جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من رأس تنورة المستمع ميم 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 بعث بجمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: في شهر رمضان المبارك نسمع أصوات مكبرات الصوت وتتداخل الأصوات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل لا يجوز، لأنه يشوش على المصلين وعلى أئمة المساجد الآخرين، فما يعمله كثير من أئمة المساجد هداهم الله من رفع أصوات مكبرات الصوت خارج المسجد، هذا عمل يتنافى مع الخشوع ويشوش على المصلين في المساجد الأخرى وعلى الذين يصلون في البيوت من النساء والمعذورين وعلى من يريد النوم والاستراحة، يشوش على الناس. فالواجب على هؤلاء الأئمة والواجب على المسؤولين عن المساجد أن يهتموا بهذا الأمر وأن لا يتركوا هذا الأمر يتفاقم، بل عليهم أن يقصروا أصوات مكبرات الصوت داخل المساجد إلا في الأذان والإقامة فلا بأس، والأذان بالذات لأن الناس يسمعون الأذان ويقبلون على الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الأذان والإقامة، هل لا بد أن تكون في مكبر الصوت شيخ صالح؟ الأذان لا بد أن يكون في مكبر الصوت من أجل أن يسمعه الناس ويستعدوا للصلاة ويقبلوا عليها، وأما الإقامة فلا مانع أن تقام بالمكبر الصوت، ولو أقام بدونه فلا بأس بذلك. نعم.